النزوح مأساة مستمرة تمتد بامتداد الساحل التهامي وريفه الشرقي في حيس جنوبي الحديدة. يعيش الآلاف في خيام وأكواخ من القش، لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، في أماكن متفرقة بدون مأوى صالح للعيش. يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، من أبرزها المياه، خصوصا في شهر رمضان المبارك الذي يفترض على فاعلي الخير والمنظمات الدولية تفقدهم وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. لأن حالة صرف حمامات معانا، 2 حمامات من احنا 10 أسر، والثانية خزنها كمان ما فيش معانا خزنها كمان، نلقح من مكان لمكان. أكثر النسوان يفطرون وهم يلقحون، أحيانا المساجد وأحيانا يطلع أم السبعة المسجد ذاك، والله أكثرهم هم يفطرون. إذا أنت الماي مقبلين على عيد، لا معانا شيء، لا حصلنا أي دعومات. هنا نازحين وهناك نازحين متعفرين موجود بنون، ولا اعتبر نوزاق بنوزاق المخيم اللي يقول يعني يفتقون العشر الأقل أشياء، مثل المياه اللي يقول في الخزانات حق المياه، عدم تفر في الحمامات، مفهوم ظروفهم يعني قاسية بالمرة، لا منظمات ولا الوحدة التنفيذية ولا المؤسسات ينظر إلى هذه اللي موجودة في المخيمات، وخصوصا في هذا شهر رمضان المبارك وإحنا قابلين على عيد، حتى أطفالهم أمامكم اللي يقول عدم ملابس حق العيد. فنقل اهتمام بهذه الشريحة. أماكن النازحين الفارين من لظى الحرب وسعيرها، عندما اقتربنا منهم شعرنا بالوجع والألم، ولم تغفر لهم معاناة نزوحهم، لكنهم وقعوا في شباك الخذلان بسبب تقييمات المنظمات الإنسانية التي ما تزال تجري معاملاتها الدفترية ببيروقراطية مملة، في وقت يتمنى فيه النازحون المهجرون كونهم مقبلون على مناسبة العيد إلى مساعدات إنسانية وإغاثية وإيوائية تخفف من المعاناة وترسم البسمة في وجوههم. احنا انشا مدائية وانشا مايو انشا، واحنا هنا بنبدأ بين داير في طرابيل امريح كبد، احنا واحنا بلا ماي واحنا قياع واحنا معانا قهلة، باقي من عيد يومين لا معانا حاجة ولا معانا ملابس ولا معانا شيء. ان احنا اصحاب المسلب وشعب الرعي قرية الطليلي والمفالحة وشعب المكابك وشعب الرعي الأعلى، منكوبين من الصواريخ والأهوان وما يعني متضررين من الذي انتهوا أصحاب الحوتي. يزداد الوضع سوءا لدى مئات الأسر النازحة نتيجة إهمالهم وتجاهلهم من الجهات المعنية سواء الرسمية أو الأهلية، في حين كانت مديرية حيس قد استقبلت مئات الأسر ممن نزحت أو هجرت من قراها منذ العام 2018، وتضاعف عدد النازحين إلى حيس عقب تأمينها أواخر نوفمبر الماضي من قبل القوات المشتركة والقصف الحوثي المستمر على المناطق الريفية، الأمر الذي ضاعف أعداد النازحين وبالتالي احتياجاتهم من المساعدات الإيوائية والغذائية.